عروبة وخورفكان. علي زرعوني أول ظهور لهذا الموسم، الموسم هذا كان مرة واحدة ظهر، والسنة هاي ثاني مرة يحضر خلال سنتين. أحمد راشد كان مساعد أول، ياسر المرشد مساعد ثاني، نواف الزيودي كان الرابع، سلطان محمد صالح كان حكم الفيديو ومساعد حكم الفيديو، جاسم عبد الله اختبر في كثير من حالات منطقة الجزاء توفق فيها تماما، لكن عندنا حالة أيضا راح نتكلم عنها بشكل سريع. الهدف الأول كان يطالبون فيه لاعبين العروبة أن في هناك خطأ، لاحظ من خلال عدات اللي نوضحها أو توضح لنا إياها بشكل واضح، اليد كانت موجودة على الظهر لكن لم تستخدم لارتكاب أي مخالفة، السقوط اللي كان من قبل المدافع، لاحظ الاثنين الكرة بين الاثنين كل واحد شايتنها من صوب، العاقة صارت من تحت القدم، لا وجود مخالفة، لاحظ الإيد موجودة هنا لكن ما في هناك أي مخالفة، وبالتالي كان قرار موفق من قبل الحكم باحتساب الهدف. ثاني الحالات في الدقيقة 31 أيضا كان في مطالبة هنا بركلة جزاء، أنا هاي كنت أيضا أتمنى أن يحتسب عليه ركلة حرة مباشرة، لكن أعطى مسارات اللعب، لا وجود للخطأ، المهاجم استغل قفز المدافع، راح هو اللي حط قدمه بين قدمين المدافع، لاحظني هو اللي اتجه حط قدمه وسقط، وبالتالي لا وجود مخافة، وأتمنى كنت أيضا هنا احتساب الركلة حرة غير مباشرة والإنذار. ثالث الحالات اللي هو التدخل الغير إيجابي كان من قبل حكم الفار، الحكم احتسب خطأ وأشهر البطاقة الصفراء، لكن ياريت لو نرجع نشوف الصورة اللونج أو الطويلة هاي توضح لنا أنه ما كان فيه، إحنا من ضمن شروط أو معايير الفرصة المحققة، لاحظ هاي راح للثلاثة المخالفة، لا رجع لي خطوة، من واحدة من أهم النقاط المسافة وتمركز وعدد المتابعين، لو تشوف مسافة طبعا بعيدة جدا للمرمى، احتمالية احتمال كبير ان اللاعب اللي موجود على اليمين هذا المدافع اذا عدى كان في مجال تقريبا في المنطقه هاي يتلاقون، وبالتالي ما كانت فرصه محققه واضحه بشكل كبير للطرد، لكن دائما حكم درجه اولى اسامه والحكم اللي في بار حكم دولي، فتلقى نوع من ان يعني ياخذ بقراره او بتوصيته، انا كنت اتمنى يستمر على قرار الاولاني الاصلي اللي كان هو الانذار، هو كان القرار الصحيح.